السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله من بين المواصفات اللي يمكننا نقدمه في رمضان، انا اليوم حضرت معكم ان شاء الله ميني باستيلات ديال الدجاج اللي كيجيو لذاذ بزاف وكيجيو راقيين وبساطين وكيجيو معلكين من الداخل. كذلك الطريقه ديال التزيين ديالهم اللي هي طريقه مختلفه وكيجيو راقيين في المنظر ديالهم، واللي كيمكننا الصراحه نقدمهم في جميع المناسبات ماشي غير في رمضان. صراحه كنتمنى انكم تجربوهم لان بالفعل كيجيو معلكين كيجيو لذاذ. كذلك نوريكم حتى طريقه الاحتفاظ بهم، كنتمنى انكم تجربوهم. كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم وكونوا مرون طريقه تحضير. اللي باقا ما شاركتش معايا في القناه تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا ان شاء الله نخليكم مع الطريقه والمقادير في نفس الوقت. اول حاجه هنايا كنوجدوا البصله ديالنا او نعسلوا البصله ديالنا. هنايا كنحتاج 3 كيلو ديال البصله. هنا من بعد ما قطعتها بهذا الشكل هذا عملتها في الاناء، ضفت عليها شويه ديال الزيت النباتيه، وبالنسبه للتوابل فضفت هنايا شويه ديال الخرقوم مع شويه ديال الملون، كذلك ضفنا شويه ديال الملحه، وضفت هنايا شويه ديال القرفه، وهنايا كنضيفو شويه ديال السمن حار. هنا تقريبا عندي معلقه صغيره، يعني ضروري باش تجيكم البصله ديالكم تجيكم لذيذه بزاف هي ضروري انكم تستعملوا السمن الحار. هنا كنخلط هاد المكونات مزيان وكنخلي العافيه مهيله يعني ماشي مجهده، وكنخليو البصله ديالنا حتى كتعسل مزيان. هنايا من بعد ما بدات البصله ديالي كتطلق الماء، هنا بالنسبه للبصله باش تجيكم لذيذه وتجيكم معسله مزيان باخص في المملحات، يعني باش كتجيكم التعليكه ديال البسطيله كتجي معلقه، السر هو في البصله. البصله ما تضيفوا لها شي الماء تماما، خليوها تطيب غير في الماء ديالها. هذا هو السر انكم تخليو العافيه مهيله باش داك البصله كتطلق الماء ديالها وكتطيب فيها. هنايا من بعد ما كنشوف بان البصله ديالي تقريبا عنين تطيب او عنين توجد، فهنايا كنضيف لها السكر. هنا تقريبا عندي كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، يعني في 3 كيلو ديال البصله كنضيفو كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده او 100 غرام ديال السكر سنيده. هنا كنخلط مزيان وكنغطي الطنجره ديالي وكنخليها دائما على العافيه مهيله، وكنخليها حتى كتعسل مزيان وكتنشف تماما. هيدا كنعرفوا بان البصله ديالنا الصراحه كتجي مهلكه ولذيذه بزاف، وكذلك اذا استعملناها في جميع الحشوات ديالنا فهي كتجي لذيذه بزاف. وهنايا غنوجدو الشرمولة ديالنا اللي غنشرملو فيها الدجاج. هنايا خديت جوج بصلات كبارين قطعتهم هدايا طريفات صغار. بالنسبة للتوابل أو اللقامة فكنحتاج هنايا شوية ديال الملحة، كنحتاج هنايا شوية ديال الفلفل الأسود اللي بزار، هنا كنحتاج شوية ديال القرفة، كذلك كنحتاج هنايا شوية ديال الخرقوم مع شوية ديال الملون، كذلك كنحتاج هنايا شوية ديال السكنجبير. هنا تقريبا عندي واحد ملعقه كبيره ديال الثوم مطبوقه، وهنايا كنضيف شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق. هنا باش كنخلطوا هاد التوابل اللي عملنا فكنخلطوهم مع شويه ديال الماء، ما كنضيفوش الزيت لان اذا ضفنا الزيت فالدجاج ديالنا ما كيتشربش مزيان اللقامه او التوابل اللي حنا غنستعملو. هنا من بعد ما خلطنا مزيان فهنايا خديت الدجاج. هنايا بالنسبه للدجاج عندي جداده وحده، خديتها غسلتها مزيان نقيتها. هنا تقريبا عندي فيها جوج كيلو ونص، هنا كناخدها وكنشرملها مزيان. بالنسبه للوقت اللي يمكن نخليهم، انا بالنسبه لي هنايا هنخليهم الليله كامله، يعني بالاحسن باش حتى ديك الدجاج كيجونا مشرملين وكيجونا يعني حتى في المذاق ديالهم كيجيو ولذاذ بزاف. يا اما كتخليهم على الاقل واحد الخمسة حتى ستة ديال الساعات. هنايا يعني بعد ما عملتهم في هذا الاناء هذا غنغطيهم نغطيهم بلاستيك الغذائي وغندخلوهم الثلاجه. هنايا من بعد ما خلينا الدجاج ديالنا كيبات ليله كامله في الثلاجه، هنايا كناخذ الاناء اللي غنطيب فيه الدجاج وكناخذهم. يعني الصراحه كيجيو الدجاج كيجيو بهذه الطريقه هذه كيجيو لذاذ بزاف، يعني من احسن اي حاجه بغينا نشرملوها من احسن نخليوها ليله كامله باش كتشرب لنا مزيان. هنايا بعد ما عملت في الاناء اللي غنطيب فيه فهنا كنضيف عليها شويه ديال الزيت النباتيه، وكذلك كنضيف شويه ديال الماء. هنا كنعمل الاناء ديالي فوق النار اللي كتكون مهيله وكنخلي الدجاج ديالي حتى كيطيب مزيان. من بعد ما كيطيب الدجاج فكنخليه حتى كيبرد، ومن بعد كنقيو الدجاج ديالنا.
وهنايا كنوجدو اللوز ديالنا او العقده ديال اللوز. هنايا عندي 250 غرام ديال اللوز. هنايا خديت اللوز من بعد ما سلقته وقشرته، كندهنوه بشويه ديال الزيت وكندخلو الفران حتى كيتحمر، ومن بعد كنطحنو. هنا كنضيف عليه ملعقه كبيره ديال القرفه، كذلك كنضيف هنايا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وكنضيف هنايا شويه ديال الماء زهر اللي دائما من الاحسن يكون من النوعيه الجيده باش كيعطينا داك المذاق اللي كيكون مزيون بزاف في البسيطلات ديالنا. هنا كنخلط داك العقده ديال اللوز مزيان مع الماء زهر والقرفه والسكر. هنايا من بعد ما خدينا داك الدجاج ديالنا من بعد ما كيكون طاب مزيان كنخليوه حتى كيبرد، ومن بعد كنقيو الدجاج ديالنا بهذا الشكل هذا، كنقيوه رقيق يعني من الاحسن. هنا كنعملو في واحد الاناء كبير باش كنخلط فيه كلشي. وهنا كذلك بالنسبه للبصله ديالنا من بعد ما خليناها كتعسل مزيان حتى كتعلق، يعني كيف كتلاحظوا معايا يعني ما كيبقاش فيها الماء تماما، لان حنا ما ضفناش الماء، خليناها كطيب غير في الماء ديالها وخليناها حتى بردت مزيان كنضيفوها على الدجاج. كذلك عندي هنايا 8 ديال البيضات. انا خديت البيض من بعد ما سلقته حكيته في حكه كغليطه بهذا الشكل هذا وضيفته على البصله والدجاج. هنايا كنخلط هاد المكونات اللي عملنا كنخلطوهم مزيان. ضروري بالنسبه لهاد المكونات اللي حنا استعملنا فهي كلشي عندي بارد. وهنايا كناخذ الورقه ديال الباستيلا، ضروري كتكون طريه واكيد كتكون مدهونه مزيان بالزيت. هنايا كناخذها كنقسمها على جوج، ومن بعد كنرجع كنقسمها على اربعه بهذا الشكل هذا باش كيجوني البسيطلات ديالي مقادين مزيان. بالنسبه يعني من الاحسن اذا كنتو كتوفروا على الورقه الصغيره خاصه بالميني باستيلات، يعني كتجي احسن الخدمه بها. هنا كناخذ البسطيله او عفوا كناخذ الورقه ديال البسطيله وكنقطعهم بهذا الشكل هذا على شكل مثلثات كبارين، يعني كل ورقه ديال البسطيله كنخرج منها اربعه. لكن بعد ما كنقطعهم بهذا الشكل هذا كننفصهم باش كتجيني يعني خدمه سهله، باش ملي كنجي نخدم كيكون عندي الورقه كتكون عندي محلوله مزيان. وهنايا من بعد ما وجدنا كلشي فهنا كناخذ هذا ميني سيركل اللي كيكون صغير، دائما كناخذوا القياس اللي بغينا حنايا. هنا كناخذ داك الورقه ديال الباستيلا اللي قطعنا من قبل وكنعملوها في وسط المول بهذا الشكل هذا وفي وسط السيركل، دائما الجهه الحرشه هي اللي كتكون من الفوق. وهنا كنقطع واحد الطريف ديال الورقه وكنعملو في الوسط، لان كيعجبني ميني باستيلات ما يكونوش فيهم الورقه بزاف. هنا اول حاجه كناخذوا العقده ديال اللوز هي اللي كنعملها في الطبقه الاولى، لان ملي كنقلبوا بالسيطله ديالنا كتجينا داك الحشوه ديال اللوز هي اللي كتكون من الفوق. هنا من بعد ما عملنا الطبقه الاولى ديال اللوز فهنا كنرجع كنعمرو مزيان بالحشوه ديال الدجاج اللي سبق لنا وجدناها وخليناها حتى بردت مزيان، هاد كنستعملوها. هنا كنعمرو مزيان وكنضغط عليهم بهذا الشكل هذا باش كياخذوا ليا الشكل ديال السيركل اللي انا مستعمله. هنا كنرجع كنقلو داك الورقه ديال الباستيلا على الحشوه ديال الدجاج. وهنايا عندي في زلافه اخرى عندي شويه ديال الزبده مذوبه وكذلك مع شويه ديال الزيت كنخلطهم وبهم باش كندهن الورقه ديالي، باش كيجوني البسيطلات كيجوني مقرمشين وحتى في التحمير ديالهم كيجيو مطيبين مزيان. ويمكن لكم يعني تستعملوا فقط غير الزيت، لكن الزبده هي اللي كتعطيهم داك القرمشه اللي كتجينا في الورقه. هنا اكيد بعد ما كندهنوهم مزيان كنضغطوا عليهم باش كتجينا البسيطله ديالنا كتجي محافظه على الشكل ديالها. هنا كذلك كندهنها مزيان في الوجه ديالها باش ملي كنعملوهم كيطيبوا في الفران كيجيونا محمرين وكيجينا فيهم لون واحد. هنا اكيد كنعملوهم في واحد الصينيه وكنبقى يعني مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل الحشوه اللي عندي كامله. فكيف شفتوا الطريقه فهي سهله. هنايا من بعد ما كنساليهم بعد ما كنبغي نحتفظ بهم في المجمد، بالنسبه للطريقه ديالي فانا هنايا كنعملهم فوق السينيه كنفرق بيناتهم ببلاستيك
ومن بعد ما كان سليفه كنغطي كل شيء بالبلاستيك وكندخلهم للمجمد، كنخليهم حتى كيتكلاصاو مزيان، من بعد عاد كنخرجهم وكنجمعهم في شي بواطه هيدا باش كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم، يعني حتى كياخذوا الشكل ديالهم مزيان وحتى كيتكلاصاو عاد كنجمعهم مع بعضياتهم. هنايا كيف قلت لكم من بعد ما خليتهم حتى كيتكلاصاو مزيان عاد كنجمعهم بهذه الطريقه هذه في البواطه. هنا اكيد من بعد ما بغيتهم او احتجتهم فهنايا كنخرجوهم المجمد مباشره، كنعملوهم في السينيال اللي غندخلوهم للفران. هنايا بغينا ندهنوهم شويه ديال الزبده والزيت، فكندهنوهم بغينا شي فهما عندي مدهونين من قبل، كندخلوهم للفران على درجه الحراره 180 درجه، اكيد كنكونوا سخنين الفران من قبل، وكنخليوهم حتى كيتحمروا لينا مزيان من الفوق ومن التحت، ومن بعد كنخرجوا. هنايا من بعد ما كيكونوا طابوا معنا البسيطلات ديالنا، من بعد ما كنخرجوهم من الفران هما مازالين سخان، بالنسبه للتزيين فانا هنايا زينتهم بطريقه اللي هي مختلفه وكيجيو راقيين في المنظر ديالهم. انا هنايا زينتهم بالدونطيل ديال السكر اللي صراحه سبق لي وحضرته معكم فيديو خاص، كيجيو ساهلين في الطريقه ديالهم كيوجدوا. انا هنايا فقط كنستعمل غير العدد اللي انا بغيت وبهم كنزينهم. هنا من بعد ما كنسالي اكيد كنقدمهم بهذا الشكل هذا، فكيف شفتوا معايا كيجيو راقيين في المنظر ديالهم، وحتى من التهليكه الصراحه كيجيو معلكين ولذات بزاف. الطريقه كيف شفتوا معايا الطريقه اللي هي سهله بسيطه، يعني ما كياخذوش الوقت بزاف وكيجيو رائعين لا في المنظر ديالهم. كيف قلت لكم كيمكن نقدمهم صراحه في جميع المناسبات، وكيمكن نستعملوا نفس الطريقه ونعملوا يعني البسطيله في حجم كبير، حتى هي صراحه كتجي مزيونه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، واذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تعملوا الاعجاب، وايضا تبارطاجوا الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعم الفائده ان شاء الله للجميع. ودابا نخليكم على خير، والسلام عليكم.